كرة الاتحاد الجزائر، باشيري يخرج الكرة لفهم بوعزة، سكر يحضر لبن موسى، يموه بن موسى يحاول يوزع كرة، هاي الكرة والحارس جميلي تفطن ممكن لهذه العملية من سكر، طويل الكرة البحث عن يشير، من هناك بوكاش يحاول أمام مدافعي، التفوق لبن موسى، ممتاز بن موسى يحتفظ بالكرة، يلعب باتجاه فهم بوعزة، تعود من جديد من غازي لمصلحة جديات، وجد فهم بوعزة ثنائية مع القاسمي، تبادل كروي من فهم بوعزة، مبدأ الأفضلية يقول الحكم، يشير إلى مواصلة اللعب، توصل الكرة من هناك على الجهة اليمنى لمصلحة فرحات، فرحات يحاول المراوغة والمرور، بالكعب يترك الكرة اللي جديات المتغير، ولكن الدفاع في آخر لحظة تدخل إبعاد هذه الكرة، تعود لفهم بوعزة، كودري بن موسى مقطوعة من جليد، الصراع على الكرة، بن موسى يتفوق، للمولودية وبلي، البحث عن بشيري، سوء تركيز، ارتباك في دفاع المولودية من بشيري في هذه الكرة، ربما بسبب أرضية الميدان كما يقول، هو يقول أرضية الميدان اللي كان قادر، كان عنده وقت، كان سهلة، قادر سهلة سهلة يحط الكرة ويلعب للزميل تاعو اللي كان قدامه، كان عنده وقت. فهم بوعزة يحاول المرور، مقطوعة تعود من جديد لمصلحة سكر، يراوغ سكر لفهم بوعزة، يموه وبين أحضان الحارس ميلي في المكان المناسب في هذه الكرة، ملعوبة مباشرة لبصغير، انطلق بصغير من هناك على الجهة اليسرى يحاول يوصل الكرة لبوكاش، ولكن تدخل وخطأ، بداية مثيرة جدا، بداية ولا أروع ولا أجمل من هذه الإثارة التي شاهدناها وإياكم مشاهدينا الكرام في الخمسة عشر دقيقة الأولى لهذا الدرب الكبير بين المولودية والاتحاد. جمال العكس، المولودية الجزائر في المباراة الأخيرة مع شباب بلكور اللي كان خدا الأفضلية، نعم، تاع اللعب، بدا يدير الضغط على حامل الكرة في المنطقة، اليوم رانا نشوفوا مولودية الجزائر استرجع للوراء، خلى الأفضلية لاتحاد العاصمة، اتحاد العاصمة راه يحتفظ بالكرة وهو يدخل تدريجيا في المباراة. كرة لقاسمي مسجل هدف الواحد لسكر، من هناك يفتح اللعبة الجهة اليمنى مباشرة لفرحات، من كودري انطلق فرحات، المساحة موجودة لفهم بوعزة، يوزع كرة داخل أو خارج منطقة العملية، التسديد، ولكن الحارس ميلي كادت أن تتحول المباراة، الكرة